جي العمل يعني بصحبة أبو بكر، ليس أبو بكر الصديق ولكن أبو بكر زميلنا في العمل رضي الله تعالى عنه. أبو بكر الصديق وهذا أبو بكر زميلنا طبعا من السودان، هو من الناس الرائعين. زعلان شوية بعض الأمور بس مع الزمن إن شاء الله بتحسن الأمور. اليوم طبعا اليوم التاريخ اليوم 14 من شباط فبراير 2017، هذا يوم جميل. طبعا انا احب المطر واحب سياقه المطر، رغم انه جايتني قهته شغلات عم بتعكر مزاجي، اللي هي الطين اللي جاي من السيارات اللي قدامي، بس لازم نروح على العمل مستعدين لانه تاخرنا. صباح الخير للجميع واهلا وسهلا بكم. حدثكم ايمن النقاوة من طريق الشيخ زايد توجه العمل في دبي بجانب برج خليفة. شكرا جزيلا لكم واتمنى لكم يوما جميلا مع هذه قطرات المطر التي تنهمر علينا، وشكرا جزيلا لكم.